أولياء التلاميذ، السلام عليكم. هذا فيديو توضيحي لكيفية إيجاد اختبارات جميع المواد ولجميع المستويات من السنة الأولى ابتدائي إلى السنة الخامسة، كذلك كيفية تحميل هذه الاختبارات وطباعتها. لدينا القناة Solution des devoirs et compositions، نضغط عليها. هنا لدينا Accueil Video Playlist، نضغط على Playlist. اختبارات مرتبة في قوائم حسب السنة وحسب الفصل. لدينا الخامسة ابتدائي الفصل الأول، الرابعة ابتدائي الفصل الأول، الثالث الفصل الأول. ننزل نحو الأسفل نجد الثالث الفصل الثالث، أولى ابتدائي الفصل الثاني، الرابعة الفصل الثاني. إذا مرتبة حسب الفصول وحسب السنة. نختار مثال رابعة ابتدائي الفصل الأول، بها 39 اختبار. ندخل في هذه القائمة بالضغط عليها. هنا جميع اختبارات هذه القائمة حسب المواد: التربية المدنية أو العلمية النموذج الأول، جغرافيا النموذج الأول. ننزل نحو الأسفل، رياضيات النموذج الرابع، النموذج الخامس رياضيات، إسلامية النموذج الرابع. نختار مثال إسلامية النموذج الرابع بالضغط عليه. هنا لدي اختبار التربية الإسلامية. هذو جميع اختبارات هذه القائمة. نغلق هذا السهم. لدينا هنا سهمين، السهم الأول هو إذا ضغطنا عليه نجد جميع اختبارات هذه القائمة، قائمة السنة الرابعة ابتدائي الفصل الأول. السهم الثاني هو صندوق الوصل لهذا الاختبار، إذا صندوق الوصل لاختبار التربية الإسلامية النموذج الرابع. نضغط على هذا السهم. هنا أجد رابط تحميل لهذا الاختبار، نضغط هنا. اختبار التربية الإسلامية النموذج الرابع، نحمله بالضغط هنا. أوكي. سوف يحمل بصيغة PDF. من أجل الطباعة أضغط هنا وأختار Imprimer. يكفي اختيار اسم الطابعة من أجل الطبع. نرجع. نغلق صندوق الوصف. نعود إلى القناة. دائما بلاي ليست. أختار مثال قائمة السنة الثالثة ابتدائي الفصل الأول بنفس الطريقة. نضغط عليه. أجد جميع اختبارات السنة الثالثة ابتدائي، مرتبة إسلامية النموذج الثالث، جغرافيا النموذج الثالث، إسلامية النموذج الرابع، إسلامية النموذج الخامس، النموذج السادس. نختار هذا الاختبار، نغلق هذه القائمة، ندخل في صندوق الوصف، أجد رابط التحميل بنفس الطريقة. أختار قائمة أخرى ثانية ابتدائي الفصل الأول بها 32 اختبار. ندخل في هذه القائمة جميع اختبارات هذه السنة بالنسبة للفصل الأول. نختار التربية العلمية النموذج الرابع. ندخل صندوق الوصف. صندوق الوصف لاختبار التربية العلمية النموذج الرابع. هنا رابط التحميل. بعض الاختبارات مثال، نعود إلى قائمة. بعض الاختبار لا تحتوي على روابط، مثال نختار هذا التربية الإسلامية النموذج الأول، إسلامية النموذج الأول. إذا دخلنا إلى صندوق الوصف لا نوجد رابط التحميل. ماذا أفعل؟ أعود إلى القناة، أذهب إلى كومينوتي، أضغط على كومينوتي. في كومينوتي أجد جميع اختبارات أو صور لجميع الاختبارات. هنا في الفصل الثاني أنزل نحو الأسفل، الفصل الثاني دائما
أبحث عن الفصل الأول. جميع الاختبارات لجميع المواد وجميع السنوات موجودة هنا. أبحث عن الفصل الأول. ها هنا السنة الرابعة ابتدائي، تاريخ النموذج الثاني، الفصل الأول. إذن هذه هي الصورة. من أجل تحميلها أضغط عليها أولا، ثم كابتشر إيكرون. أذهب إلى غالري. غالري، أقوم بتعديل هذه الصورة. أضغط هنا من أجل التعديل. أضغط هنا. أقوم بتعديل هذه الصورة. الآن قم بإنغوجيسري. الآن يمكن طباعتها بالضغط هنا. إمبريمي. إذن جميع اختبارات التي ليس بها رابط تجدون الروابط في كوميونيتي. نحن في كوميونيتي، تجدون جميع الروابط. ثاني ابتدائي التربية الإسلامية النموذج الثاني، اختبار، تضغطون عليه، كابتشر إيكرون، ثم تقومون بتعديله. إذن دائما بلاي ليست، جميع القوائم موجودة هنا. بالتوفيق للجميع إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.